طيب استاذ اسف جمال، ده نقطه البنات دي، بس يا انتوا في ريت خليك الاخر معانا بترجعوا تشكوا منها. اتفضل اتفضل. لحظه واحده، معايا تليفون ايضا المخرج الاستاذ حامد سعيد وهو متابعنا دلوقتي. استاذ حامد مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. تعليق حضرتك على هذا الخلاف والاختلاف. والله انا مش تعليق على الاختلاف او اختلاف او كده، انا بتوجه مباشره الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتكلم بلاغي للنائب العام، لان في معرض اللي هو معرض قصر الفنون، تم من خلال هذا المعرض عرض لوحه. هذه اللوحه تحتوي على الاتي: علم مصر، علم جمهوريه مصر العربيه، العلم اللي هو بيمثل مصر والمصريين، العلم اللي هو في الدستور قال لك إهانة العلم ده يعتبر يعني يرقى إلى الخيانة العظمى. عندما يقوم وزير الثقافة افتتاح هذا المعرض وتعرض هذه اللوحة لوحة ايه؟ احنا ما فهمناش اللوحة فيها ايه؟ اللوحة دي تحمل علم مصر وعليها أحذية. وعليها أحذية؟ أحذية. أحذية؟ داخل هذا المعرض. ده في قصر الفنون؟ في قصر الفنون، واخد بال حضرتك، عرض هذه اللوحه، ودي موجوده حتى منتشره على النت وموجوده بتفاصيلها على مصر مرسوم. حضرتك شفتها بنفسك؟ والاحذيه عليه. حضرتك شفتها بنفسك؟ موجوده على موجوده عندي، وموجوده على النت، وموجوده على لو تخيل ممكن ابعتها لك، موجوده عندي وموجوده على يعني. طيب ماشي، يعني لو فرضنا جدلا ان ده مظبوط يا استاذ حامد، ايه اللي عايز تقوله من وراء ذلك؟ هذا الامر بيدل ان 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 المساله بايظه، ان الدنيا بايظه، الله، ان المساله لا تترك هكذا. ايه اللي بايظ؟ ايه اللي بايظ؟ حدد لي. لا، لما معرض تابع لوزاره الثقافه بلجنه مشكله، يعني الوزاره شكلت هذه اللجنه عشان اختيار هذه اللوحات، ثم يتم اختيار لوحه بدأ فيها علم مصر عليها الاحذيه، ومكتوب عليها الجيش، ومكتوب عليها تحيا مصر، ومكتوب عليها احذيه، يبقى ده ايه حضرتك؟ قول لي ده حضرتك ايه؟ ده يعني ده 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 فقط ده فقط يا استاذ حامد المسؤول. حضرتك انا بحاسب الوزير المسؤول. ده فقط يا استاذ حامد بجانب الكتاب الذي يحمل سب وقصف الجيش المصري. ثواني، وهذا الكتاب بينزل دلوقتي ليه؟ كتاب بيتكلم عن كتاب. كتاب مركز قومي للترجمه. العلم كمان، ده العلم اخطر من الكتاب حضرتك. ايه الكتاب؟ قول لي مال الكتاب؟ ها؟ كتاب ايه؟ انا ما فهمتش. كتاب اللي هو الكتاب بتاع ثوره مصر، كتاب اللي هو ميدان التحرير ثوره مصر. موجود في مقدمة الكتاب، موجود في مقدمة كتاب علاء الأسواني، كانت حاجة المقدمة ديت، المقدمة فيها سب وقصف للجيش المصري. ده الكتاب ده صدر عن وزارة الثقافة؟ صدر عن وزارة مركز قومي للترجمة. مركز قومي للترجمة، طبعا وزارة الثقافة. حضرتك المسائل دي احنا بقى احنا لو 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 هنسيب العلم مصر وهنسيب الحاجات وبنسيب العمليه كده اهانه، يعني حضرتك انت حضرتك كابوس. طيب دلوقتي حضرتك مصري وبنتكلم في علم مصر. طيب. وانه لوحه محطوط عليها الاحذيه، حضرتك انا مش عارف حضرتك. انا بشكرك، شكرا للاستاذ المخرج حامد سعيد، وبشكر الناقد الاستاذ جمال العسكري.